Safi, انا دابا درت الكونفليكس هنايا. دابا غندير لها الحليب، مع درت فيه الزعتر باغا نشرب هذا الشلاخ، ندير لها الحليب هنا. واه دي شوفي، دي شوف مام، دي شوف صح صافي مام. صافي دابا نحركو المعلقه السمنه. واو زوين كونفليكس. بالحليب، بالحليب اي حليب هذا الحليب راح اكلني هذا ماما كونفليكس. شوفوا احبابي هذا اللفت المحفور، وكاين هذا اللفت هذا، وكاين اللفت المحفور. غادي نطيب واحد مريقه باللفت المحفور وبالجناح ديال الدجاج. عندي هنايا واحد الجبانه نقيتها، عندي واحد المطيشه بغسوله مقرده، عندي واحد البصله، عندي واحد الثومه نص قرته نص خليته بالقشور. بقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا الاكله ديالنا اللي غنوجدوا. دابا لقيتوني كنقي في الخيزو في هذا. السلام عليكم يا ويلي، هاتوما شوفو الخيزو، انا راه غسلتو ونقيتو، وهذا راه اللفت، هذا اللفت الاحمر وهذا المحفور البيض. المهم انا نقيته. وجدوا هاد الاكله باللفت كتجي زوينه، نديرها باللفت ولاداند، جناح ديال لاداند كما كتشوفوا. عندي هنايا جلبانه، هاد الشيء هاد الخضار انايا نقيتها وغسلتها وكل شيء. دابا غنحطوا الطنجره فوق البوطه، نحتاجوا الزيت، نديرو شويه الزيت هنايا في الطنجره، شويه شويه ديال الزيت. اوكي احبابي، عندي هنايا، عندي هنايا واحد شو سميتو لاداند كان في الثلاجه دايره معاه فليو وداكشي، غنغسلوه. بقاو معايا. انوسي انوسي احبابي، انزل كنحطو لاداند هكا، نديرو فوق منو العطريه ديالنا. بقاو معايا. اول في العطريه غنحتاجو كركم، فلفل احمر، ويلي شويه الابزار، شويه ملح، شويه كمون، وطبيعه الحال سكنجبير. صافي غنحرك هاد التوابل. ما العطريه راه كاينه في الدجاج، دابا غنلوح البصله فوق الدجاج. لحت البصله، غادي نلوح الثومه، غادي نلوح مطيشه، وغادي ندير واحد شويه المطيشه بالحك، وغادي نحرك مزيان.
انا قررت هاد اللفت المحفور مع الخيزو صافي. دابا غنحطو الطبقه ديال الخيزو هي الاولى، نحطو الطبقه ديال الخيزو الطبقه ديال الخيزو. دابا غنلوحو اللفت المحفور جربوا الاوكرا راه تعجبكم. ايوا ايوا عندي هنا جلبانه صافي بركه. طنجره مخصها تكون طنجره مخصها تكون عامره صافي. نزيد شي شويه صافي خوتي. دابا غنسد على هاد الطنجره وبقاو معايا حتى الاخير. اوكي نصبوطا ونشوفو شي طاس. يا اختي هذا كيف ضحبه. يا اختي تاكلي هي ناري بغيت البلو سراري وما بغاش بركابي تتعدى عليا بداري. اوه يا لوري ما خوتي خليها اختي تسفر على خاطرها ونرجعو ليها نحط لكم وصفه. اصلا انا ما غاديش نتغداو دابا انا وبنتي، غادي نخليكم تطلعوا عليها وفي التويره غنحطها لكم ان شاء الله. غير سير بعيقتي كاع سربي سربي حبيبتي كلا بقاو معايا خوتي. نتوما المريقة ديالنا راه وجدات صافي. ها هي ديك الساعة كنهزوها ونحطوها في ديك الساعة كنهزوها كنحطوها في طبسيل راه كتجي زوينة جلبانة باللفت و وجناح ديال لاداند. ما نحطش انا دابا. المهم احبابي راه غنطبق غنصور لكم في الصفحه ديالنا. انتم احبابي هذه هي المريقه ديالنا كتجي باللفت وخيزو وجلبانه كتجي زوينه. ذوقوها كتجي لذيذه. كنتمنى ان هذا الشيء يعجبكم وشكرا. ما تنساوش لي لايكاتكم والابوني وشكرا احبابي. انا كندير الغداء الصحي باش كناكل انا وبنتي وشكرا. ما تنساوش ديروا لي لايك وابوني. هاد الطبق راه فيه اللفت وفيه خيزو وفيه جلبان وفيه هذا راه واحد الجناح ديال لاداند كبير كنطيبته مع اللفت وخيزو وجلبانه كيجي زوين ولذيذ. بقاو معايا انا غنمشي ندير الرياضه تنسالي الرياضه عاد نمشي ناكل. باش انا كي كندير انا كنحيد الكرش ما كندير الرياضه كندير لي زيات في ودني وكنشطح باش نحيد الكرش. كنشطح اختي باش نحيد الكرش باش نضعف حتى ندير رياضه نمشي ناكل.